بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكره ان شاء الله احلى. انت لولادك مصدر الامان والقوه والحنان، وانت الظهر اللي بيستقوا بيك على كل البشر، وانت السند ليه يوم ما الدنيا تميل عليه. حتى لو ما تملكش من متاع الدنيا حاجه، برضو ولادنا بيتولدوا حق الرفاهيه مكفول ليهم طول ما فينا نفس داخل وخارج. شايف اب بيشقى عليه يضمن له اكله وسكنه وتعليمه، شايف اب لو طبت الدنيا فيه ممكن يبقى وحش كاسر لو لمح بس حد ممكن يكون بيضايق ابنه. ده حال كل ولادنا اللي ليهم اب في الدنيا. طيب حاله ايه الطفل اللي واقع على الدنيا ما يلاقيش سند وظهره وامانه؟ حاله ايه لما يبص يلاقي كل اصحابه اللي في سنه بيجروا في الدنيا يمين وشمال على حس الاب اللي بيدلع؟ حاله ايه وهو مكسور العين والقلب وفرحته مشروخه ومش صافيه؟ ايا كان حاله فده قدر ربنا سبحانه وتعالى على اليتيم، وطبعا اللهم الاعتراض. لكن الاعتراض على انصاف البشر، الاعتراض على اللي ناسي ان اليتيم ليه حق مكتسب عليه في رعايتك ليه وفي اهتمامك بيه وزيه زي ابنك بالظبط. الاعتراض على كل واحد قبل على نفسه ياكل حق اليتيم وماله. الاعتراض على كل واحد كشر وزعق وهان وضرب طفل يتيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حق اليتيم مع فضيله الشيخ اسلام النواوي من علماء الازهر الشريف، واكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اتولد وعاش يتيم الأب والأم، عشان كده وصانا على اليتيم، والقرآن كمان حث على اليتيم وعلى رعاية اليتيم وعلى مال اليتيم. وحطوا تحت كلمة مال دي 100,000 خط. والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن حق اليتيم مع فضيلة الشيخ إسلام النواوي من علماء الأزهر الشريف، وأكيد هكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذه لميا. بحييك على اختيار موضوعاتك، وعن احنا بنخش مناطق مهمه جدا جدا جدا. حابب ابدا الحلقه معاك بقصه. اتفضل. وانا كمان عندي قصه، قول قصتك وبعدين اقول قصتي. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروه والصفا. القصه اللي هقولها دلوقتي هي قصه في بيان فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مع رعايه اليتيم. الاثنين اجتمعوا في قصة واحدة عملوا عجب العجاب. القصة أن امرأة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت من رجل من آل بيت رسول الله، وهذا الرجل كان تاجرا فسافر إلى بلاد العجم، كان يتاجر بمهارة وكان ميسور الحال، وكانت خلفته كلها إناث، كل خلفته بنات، عشان خلفته بنات ما يزعلش. هذا الرجل في مرحلة من المراحل مات، وكسلت تجارته واستدان ومات، وترك زوجته وحيدة ومعها بناتها في بلاد العجم، يعني بلاد الغرب ما تعرفش حد. فقالت أذهب إلى أقرب بلد فيه مسلمين، فكان أول بلد تذهب إليه فيه مسلمين كان فيه مسلمين ويجوز ومجوز، مسلمين وناس بيعبدوا النار. فلما ذهبت إلى البلد وجدت مسجدا مهجورا، مسجد مهجور يعني ما حدش بيأتي. فطرقت بناتها وقالت من يفعل الخير في هذا البلد؟ فقالوا رجل من المسلمين ورجل من المجوس. المرأة طبعا قالت أولى بي المسلم، أروح للمسلم. أول ما دخلت على المسلم قالت أنا من آل بيت رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بآل بيت رسول الله. رجل استبشر جدا، فقال لها ماذا تريدي؟ قالت طبعا آل بيت سيدنا النبي حرام عليهم الزكاة والصدقة، ما ينفعش ياخدوا صدقة، حرام حرام آل بيت سيدنا النبي. استغربتي صح؟ عارفة ليه؟ عشان ما حدش يجي يقول سيدنا النبي وقال بيته جم يلموا فلوسنا، لا حرام علينا الزكاة والصدقة. المهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساب لهم زاد، وهو فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أنا من أهل بيت رسول الله، أعطني مالا أتبلغ به أنا وبناتي وأرده إليك. فقال أقيمي علي الدليل أنك من أهل بيت رسول الله. طبعا لا في بطايق ولا في اللي يثبت بقى
ومحدش يعرفها. قالت لا يعرفني أحد هنا والله يشهد على صدقي. قال إن لم تقيمي علي الدليل فلا شيء لك عندي. فخرجت المرأة مكسورة، وربنا ما يوريكي كسرة النفس لما تكوني عشمانة في حد طبعا ويكسر خاطرك. خرجت المرأة من عند الرجل مكسورة وهي ذاهبة إلى بناتها تصلي على رسول الله. اللهم صل على جدنا المصطفى، اللهم صل على رسول الله، من به تحل العقد وتفرج الكروب وتستر العيوب ويهدى العاصي ويتوب ويسعد كل مكروب. فالمرأة تصلي على رسول الله، فقالت أذهب إلى المجوسي. فذهبت إلى المجوسي فقالت أنا من آل بيت رسول الله. قال ما علمت رسول الله، ما عرفش أنا رسول، أنا مجوسي، أنا مالي ومال رسول الله، ماذا تريدي؟ قالت معي بناتي وأريد مالا أتبلغ به أنا وبناتي. فأرسل غلمانه يعني جنوده حشيته، أحضروا البنات فأطعمهن وأكساهن وأكرمهن. وفي هذه الليلة رأى المسلم رسول الله في المنام، صلاة والسلام، يقول رأيت رسول الله في المنام ومن خلفه قصر له قباب من اللؤلؤ والزبرجد. فناديت وقلت يا رسول الله لمن هذا القصر؟ فقال لي رسول الله هذا القصر لمسلم موحد، يعني كل من وحد بالله وآمن به فهذا القصر حقه. فقلت يا رسول الله أنا مسلم موحد. فقال لي رسول الله قم علي الدليل. فقلت له أنا آمنت بك واتبعتك وصدقتك. قال له، قال لي رسول الله الرجل المسلم بقى كما طلبت منها الدليل فأقم علي الدليل. فقام المسلم من نومه بعدما صرف يدور بقى عليه يبحث عنها. ولذلك النقطة كلما يفتح لك باب خير فافعله، فأنت لا تدري ربما يسد وهو باب القبول لك. صحيح. فقام الرجل، يعني تخيلي لو كان ساعد المرأة كان هيديها إيه؟ دينار. الدينار ده 4 جرام وربع 5 جرام ذهب. المهم قال من رأى المرأة، بعضهم يقول لم نرها وبعضهم يقول رأيناها، إلى أن علم أنها عند المجوسي. فذهب إلى المجوسي وقال أعطني المرأة فأنا أولى بها منك. قال لا. فقال له أعطني المرأة وأعطيك 1000 دينار. عارفة 1000 دينار بيدفع بقى هو دلوقتي الجرام 5 جرام ذهب، 1000 دينار يعني 5000 جرام ذهب ثروة. فقال لا. قال أعطني المرأة وأعطيك من مالي ما شئت. فقال لا. قال لما؟ قال أنا أولى بالقصر منك. من اللي بيقول؟ المجوسي بيقول، شاف رؤية هو كمان. إيه ده؟ أنت جبت القصر منين؟ فقال لما جاءتنا المرأة. الرجل المجوسي عمل إيه؟ أكرم أيتاما، هو ما يعرفش رسول الله، هو ما يعرفش أي حاجة، هو أكرم أيتاما. قال لما جاءتنا المرأة ورأينا من خيرها وبركتها. في ضيف لما ينزل عليك تلاقي الخير بيكتر وانت تلبتك ما فيهاش اي حاجة. ايوة سبحان الله، وتبقى حاجة من عند ربنا. نعم. فقالت، قال الرجل لما جاءتنا المرأة ورأينا من خيرها وبركتها حدثتنا عن دينها وعن نبيها، فبت من ليلتي انا وآل بيتي مؤمنين موحدين لله. سبحانك يا رب. وفي هذه الليلة رأيت من رؤياي عجبا، رأيت رجلا يشع منه النور، ورأيت من خلفه قصرا له قباب من اللؤلؤ والزبرجد. فقلت له من أنت ولمن هذا القصر؟ قال أنا رسول الله، وهذا القصر لك ولآل بيتك من بعدك في الجنة. يا ربي صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. شوفي جمال الصلاة على سيدي رسول الله بخشوع وانكسار وأدب، وبعدين إكرام اليتيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم، بحق من بيته في طيبة حرم، واسم حبيبي رسول الله قسم من أعظم القسم. عليه أفضل الصلاة والسلام. بمناسبة يوم اليتيم، ولو ان انا ما بحبش جملة يوم اليتيم، يوم عيد الام، يوم اللي هي بتبقى ايام بس دي، كان في قصة زمان كده كانت كاتبها، كان كاتبها حد على الفيسبوك من كام سنة كده، وبنوتة كانت بتحكي ان هي يتيمة وكان عندها يوم اليتيم ده يوم بيبقى كارثة في المدرسة، لانه كان بيحط لهم في اظرف مبلغ 20 جنيه لكل طفل يتيم. فيندهوا يقولوا مين يتيم في الفصل، فمطلوب منها انها تقف في وسط اصحابها وترفع ايديها وتقول انا. فده كان بيجرح مشاعرها جامد جدا وسط اصحابها، فكانت بتغيب اليوم ده.
نعم. فبتقول لما كنت بغيب ما كنتش برضو بيعدي اليوم اجي المدرسه اليوم اللي بعده ويستنوني ويعملوا نفس الموقف تاني. فهو الفكره انه ما نجرحش مشاعرهم، يعني اذا كنا متخيلين اننا بنهتم بيهم في يوم، بلاش اليوم يبقى فيه جرح مشاعر باننا بنحتفل بيوم اليتيم. هو احنا يعني مش احتفال، هو مش احتفال. الله. هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليهم، والوصية ما كانتش عشان يوم واحد في السنة، هي الوصية عشان نهتم بيهم ونرعاهم طول السنة، ولو فينا نفس فيبقى طول عمرنا. فأنا بس هي حتة أننا ما نتكش على مشاعرهم، وبدل ما نبقى بنفرحهم نبقى بنضغط على حتة جواهم هم ممكن يكونوا حاسين أنهم محرومين منها. اللقطة دي ما نجرحش مشاعرهم، أنت قلتيها بقلب أم شايفة ضناها، قلتيها بقلب واحدة بتعيش مع الناس فشايفة المواجع، أهي ما نجرحش مشاعرهم اللي أنت قلتيها فطرة، هي أساس من أسس الدين. والله أنا قلت أنت هتقولي لا أنت فاهمة غلط، أنت عشان بتتعاملي بمشاعرك أنا قلت إيه. وأنت متخيلة الدين ده إيه؟ الدين ده هو الفطرة، هو كله رحمة. قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من إيه بقى؟ من صدقة. صدقة دي بقى ممكن تطلع، سيبك من 20 جنيه ولا الشهادة ب 5 جنيه اللي ما كناش بنصرفها، تطلع الأول في شهادة مش عارف إيه ب 5 جنيه. لازم تبقى كمان الجوائز تحفيزية تشجع الولاد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. الصدقة دي بقى ممكن تكون شنطة مدرسة، وممكن تكون 1000 جنيه، وممكن تكون جهاز عروسة، لكن يتبعها أذى. طبعا هقوم في وسط الفصل، مين اللي ابوه ميت؟ انا ابويا ميت، اروح مدمر طبعا منهار طبعا. لا، ربنا قال لنا لا، قول معروف ومغفرة أحسن من الصدقة اللي أنت هتعمل فيها مردود نفسي سيء لمن تتصدق عليه. ولذلك رأينا بقى من أمهات المسلمين، يا سلام، اللي فهمت القاعدة، فكانت والله هوريك، مش عارف محفظتي فين، معايا 20 جنيه. مش عارف محفظتك فين؟ اه والله. طب دور على محفظتك. 20 جنيه والله العظيم، كنت بتغدى فإداني ال 20 جنيه مقطعها، فرحت مكببها كده وحطيتها في جيبي، قلت يا رب دي هوديها فين. ففي ناس مزاج عندها تعيني الفلوس ده، اهي بتقول لك ايه؟ نديها للفقراء، مزاج. ده مزاج، ده كيف؟ وكأن ايه؟ هو ده بقى البنك المركزي اللي بيقبل الفلوس المعدومه. اللي هو اي حاجه بقى وخلاص. كانت امهات المسلمين يعرفوا قول المعروف ومغفره خير من صدقات يتبعها اذى، تجيب الفلوس وتعطرها. السيده عائشه ولا السيده خديجه؟ قيل انها السيده زينب. قيل انها السيده زينب، كانت تعطرها، فيسالوها ليه بتعطرها؟ مش كفايه بياخدوا الفلوس منك؟ قالت تقع في يد الله قبل ان طبعا. تقع فيها. ولذلك هقول لك جاست اجوك، مجرد دعابه يعني. واحد لقاهم بيلموا فلوس للمسجد، فكان معاه 10 جنيه قديمه، فقال لك بس خلاص تروح المسجد بقى مقطعه ومش هنعرف نصرفها، حطيتها تتوه في وسط الفلوس. خلاص بتاعت ما هو بتاعت ربنا، ما يعرفش انها لازم تكون احسن حاجه. لا خلاص حطها في المسجد. فمن وراه كده واحد خبط عليه على كتفه، اداله 200 جنيه، ففكر انه مشتري الصندوق فحطه الصندوق، فبص عايز يبص كده يشوف، فلقى راجل دقنه بيضه وبتاع مش عارف ايه، فشويه خبط على كتفه اداله كمان 100 جنيه راح حاططها، 200 جنيه كمان راح حاططها، 1000 جنيه. فعايز يتملى وشه كده من الراجل الجميل ده، فبص لقى ابيض في ابيض كده ودقنه بيضه وبتاع، قال له الله يبارك لك يا حاج. قال له على ايه يا ابني؟ قال له على الفلوس اللي انت حطيتها في الجامع. قال له لا والله يا ابني، وانت بتحط الفلوس وقع منك ال 1000 جنيه ده. سبحان الله. من لما تعطيه لله برضاك يؤخذ منك رغم انفك. إذا لم تعطي الله برضاك يؤخذ منك رغم أنفك. تعطي لله صدقة برضاك يبارك لك، ما خرجتهاش تدفعها تذكرة الدكتور أو روشتة بالظبط. أنا لسه كنت هقول لحضرتك، الناس اللي ما بتطلعش الزكاة اللي بتقعد تقول لك لا أصلي، طب أصلي ما معيش، طب هاني كمان شوية، طب لما يجي. فلوسنا دي عاملة زي الدم. الدكاترة دايما بتوع السلامة النفسية أو الصحة النفسية يقول لك إيه؟ يقول لك الدم ده لازم يتجدد، فكل فترة كده لازم تبرع بجزء من دمك أو بلتر من دمك، أقصى حاجة مثلا أو لتر أو ما يعادل يعني كده، علشان يتجدد، والدم بيتجدد، فكل ما أنت بتجدد دمك كل ما عندك فتنس بقى وحيوية. وبعدين مش دايما نقول كده إحنا بينا وبين بعض اللي عند ربنا ما بيروحش. لا، فلوسنا برضو بتتجدد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به.
تاخد الفلوس اللي ربما يبقى فيها شبهة، ربنا يطهرها وينقيها ويزكيها، عشان ما بعدلكيش بس عن موضوع اليتيم. انا لسه هسألك بقى، مين هو اليتيم؟ عشان في اللي يقولك اللي ابوه وامه، لا ده لازم يكون ابوه وامه ميتين فهو ده اليتيم، لا ده اللي ابوه بس، لا ده اللي امه بس، مين هو اليتيم؟ في عندنا اليتيم واللطيم. وهو قالوا يعني ان اليتيم تطلق على من فقد ابوه وامه، او من فقد الاثنين، او من فقد امه، ده اللي كانوا بيعلموه لنا زمان. لكن دلوقتي اليتيم اصبحنا نرى يتيما بين ابويه وابوه وامه موجودين. والله شوفي بقى يا هان، ربما يتطلقوا والولد يبقى قاعد مع جده، ده يتيم واشد حاجه من اليتيم، او عايش معاهم وكانهم مش موجودين. طبعا، وربما من واحد عمر واحد يوم، زي الكتاكيت كده، نسجل في الكتاكيت، حتى الكتاكيت بقينا نعتني بيها اكتر من الاطفال. الكتكوت عمر واحد يوم يقول لك عنده تحسين كذا، و20 يوم مش عارف ايه شغلانه. انما الطفل بقى من عمر واحد يوم حطه في الحضانه، ليه يا باشا؟ علشان عندنا شغل. طيب ادي ده مش يتيم، ده يتيم. عندك اليتيم اللي قاعد مع ابوه وامه ومش حاسس بيهم، طول النهار خناق وبتاع، ده اشد حاجه من اليتيم. فاصبح معنى اليتم ومعنى طفل الشارع كمان اكبر يعني من فكره ان الاب والام مش موجودين في الدنيا. طفل الشارع ده كمان بقى اكبر من فكره اللي نايم تحت الكوبري ملوش مأوى. ليه؟ احنا امتى نطلق على الطفل طفل شارع؟ لما نلاقي سلوكياته مش منضبطه. يعني مش معنى اي واحد في الشارع ده اسمه طفل شارع، ممكن يكون واحد في الشارع لكن محافظ على دراسته، بيبيع مناديل ومعاه كراسته، وشفنا على الفيسبوك وبنشوف كتير جدا طبعا نماذج كده، ويبقى مهندس ويبقى دكتور طبعًا. ويبقى والفكره بقى من هنا مش ان انا اتصدق عليه عشان يذاكر، الفكره من هنا كمان ان انا اقبله بعد ما يبقى شخصيه. يعني بعد ما يبقى شخصيه متعلمه مرموقه، عنده خريج سياسه واقتصاد او خريج طب او خريج هندسه، ان المجتمع يتكيف مع هذا الولد اللي تكيف مع ظروفه ونافسها وقاومها وفاز عليها، ما يبقاش مجرد ابن بياع المناديل، لا يبقى الباشمهندس ويبقى الدكتور ويبقى المدرس. فكره تقبل المجتمع للشخصيات او لهؤلاء الشباب، لا وهو بيبقى بيدوله اللقب، يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي ابن بياع المناديل، ابن بواب، ابن مش عارفه ايه، ابن بياعة الجرجير. في مرحله من المراحل هقول لك بقى على ابن بياعة الجرجير، وصمة عار، بياعة الجرجير في مرحله من المراحل، وعلى يدي رب الدكتور ومدرس ومحاسب، واحنا بنشوف نماذج جميله. ودي بياعة الجرجير، مش عيب يا جماعه، يا جماعه مش عيب. فكره تقبل المجتمع للناس اللي موجوده فيه، ولذلك احنا بنعاني من انفصام مجتمعي، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادانا فكره كفاله اليتيم، هي ليست مجرد فكره ماديه، هي دعم معنوي بحت. على فكره احيانا نفسد اليتيم اكثر ما نصلحه، بمعنى لو لقينا ابن ابوه مات فيجي يعمل غلط، لا اصل ابوه ميت ما لقاش حد يربيه. مش مسألة ما لقاش حد يربيه، يقول له ما تعاقبوش عشان أبوه ميت، ما تضايقوش عشان أبوه ميت، ما تعملوش. ولذلك أصبح مفهوم كفالة اليتيم الفلوس والفقراء، ما خد بالك اليتيم الغني له كفالة أيضا، التقويم والتربية، واليتيم الفقير له كفالة أيضا، التقويم والتربية والإنفاق. ليه احنا مفهومنا عن فكرة الاهتمام باليتيم هو مادي؟ يعني لا نودي له أكل، نديله فلوس، لا نلبسه، الله، لا نجيب له لعبة. نستخدم مصطلحات حديثة النهاردة، نتعامل مع كل أغراض حياتنا بفكرة التيك أواي. إيه التيك أواي؟ أكل شهي جدا يتخن لكن ما يغذيش. أكل شهي جدا يتخن لكن ما يغذيش. فلوس كتير جدا لليتيم تصرف لكن ما تربيش. سرعة حياتنا وعدم وقوفنا قدام ثوابتنا وفهم مضامين ديننا خلانا انا بص انا اعمل كل حاجه بفلوسي، انا احج بفلوسي يا عم، وانا اصوم بفلوسي يا سيدي، وانا اصلي بفلوسي يا سيدي، وانا اعمل جامع علشان اصلي فيه والحج فلان ما يجيش يصلي فيه. فكره ولذلك نعاني، كل واحد مننا يعاني في جزء من قلبه من فكره القارونيه. ايه القارونيه؟ قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان ملك قوي، بس قارون ما فهمش إن هو ملك عشان في ناس حواليه هي اللي خلته ملك، فاتغطرس عليهم وما تكونش لازمة، علوا فيه. أنا هبقى ملك، يعني أنا عايش لوحدي يا فندم، هبقى ملك ولا هبقى مذيع ولا هبقى مشهور؟ ما هو أنا مشهور بالناس اللي حواليا، أنا غالي بالناس اللي حواليا، أنا صاحب نفوذ بسبب الناس اللي حواليا. بقينا مرضى بداء القارونية، بقول علمي نفس النهارده. لا مش كده كلام جامد شوية.
دي امراض لازم نتعلم. الحلقه القصة اللي فاتت كنت بتقولي الكلام بتاع الشباب والحاجات اللطيفه اللي بتتقال دي، اللي انا ما بفهمش منها اي حاجه خالص. كلك شباب يا فندم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسونك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذه لميا، لما حب يضع اليتيم في المشهد، وضعه في مشهد دعم بحت، اللي هو مش فلوس. القصة الشهيرة بتاعة الطفل الجميل اللي اسمه عمير. عمير ده أبوه كان ميت، وواضح جدا من نسق القصة إن عمير كان فقير، ما كانش له عصبة كمان، بدليل إن سيدنا النبي عرفه في الشارع. سيدنا رسول الله ماشي مع الصحابة في موكبه، فأوقف الموكب لأن في طفل بيعيط، وأنا هوقف القصة لأن في تليفون معاكي في أذان في فاصل. ده أنا أقف أنا شخصيا. اتفضل يا فندم. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ إسلام النواوي، من علماء وزارة تقول الأوقاف. طالب زي الشيخ طالب علم. زي الشيخ محمد أبو بكر. من علماء الأزهر الشريف. خلينا ناخد التليفون. مدام نوها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا مدام نوها؟ الحمد لله، أهلا بيك يا مدام نوها، اتفضلي. ازي حضرتك يا أستاذ إسلام؟ أهلا فضلت بيك يا أستاذ نوها. أهي برضو اتلخبطت زيي. معلش معلش. أيوه. أنا ليا طلب عند حضرتك يا مدام نوها. عينيا. في حضرتك ما جبتيش من زمان قوي الدكتور عبد الناصر عمر، بتعلم منه كتير وبمشي على كلامه وبعمل ولادي بطريقته. حاضر والله، ان شاء الله. حاضر ان شاء الله تجيبيه مره في الشهر حتى. والله حاضر، يا رب يكون سامعك، بس عشان هو بس ظروف الايام بس هي اللي مش مناسبه عنده. ان شاء الله. حاضر باذن الله. يا رب تجيبيه ان شاء الله مره كل شهر حتى. ان شاء الله. حاضر، على راسي. كنت عايزه اكلم حضرتك على مشاعر اليتيم. اتفضلي. عندي هنا كذا دار ايتام حواليني هنا. فانا كنت بروح للطفل في ميعاد يوم اليتيم، بروح له بحاجات يعني حلويات وحاجات كده يبقى افرحه. بلاقيهم لابسين تيشيرتات مكتوب فيها تعالى فرحني وتعالى انا اليتيم وكده. في بيبقوا في اليوم ده بيبقوا الولاد عندهم حاله اكتئاب. طبعا. انا بسالهم بقى، انا سالت ولد فيهم كان كبير عنده 14 سنه، بقول له مالك لابس برضو اللي عنده 14 سنه برضو لابس؟ كلهم كبار 14 لغايه 17. يعني هم كلهم سن كبير، مش اطفال يعني تقصدي، ولا ده وده؟ من 7 سنين لغايه 16 سنه. تمام. لابسين التيشيرتات. فانا بقول له مالك؟ قال لي هو انا جاي النهارده بيجايين يشحطوا عليا باللفظ ده. يا حبيبي. ايوه. بقول له انت بتقول لي كده؟ قال لي هم بيشحطوا عليا، واللي كل اللي جاي لي ده انا مش هشوف منه حاجه، يعني في اللي جايب حلويات وفي اللي جايب اكل، في اللي جايب اكل معلبات. بيقول لي انا مش هشوف منه حاجه. انا مره اتصلت بمشرفه. دي كارثه ثانيه. طبعا. مرة اتصلت بمشرفة كانت دار ايتام من سنتين الاطفال لغاية 7 سنين، انا عايزة اجيب لهم فوانيس. فانا بقول لها كم طفل عشان اجيب عدد الفوانيس؟ قالت لي ما تجيبيش فوانيس. قلت لها طب اجيب ملابس؟ قالت لي ولا ملابس. هاتي فلوس. قلت لها طب طعام؟ قالت لي ولا اكل ولا اغذية. قلت لها امال ايه؟ قالت لي هاتي فلوس. بصراحة ما ودتش خالص لا ده ولا ده ولا ده، لان هي اعترضت على انا عايزة افرح الطفل العبه. طب انت بتروحي يوم واحد في السنة ولا بتروح؟ انا بروح في المواسم، مش هضحك عليك، يعني انا بروح في الاعياد بتاعت رمضان، وفي يعني بحب افرحهم في العيد الكبير في عيد رمضان كده. بحب اجيب للعيال على قد سنه، يعني لو كبير وشاب بجيب له الكوره، يعني بجيب حاجات بسيطه بس بلعب. أيوة. الاطفال. ايوه. بحس ان هم يبتسموا، هم اللي يبتسموا ويضحكوا، مش احط لهم اكل ويقولوا لي المشرفين بياخدوه مننا. الولد بيقول لي المشرفين او الكبار اللي شغالين هناك هم اللي بياكلوا الاكل. والاكل بمواعيد، واللبس حتى اللبس بمواعيد. بيقولوا لي اللبس بيتشال عندهم حتى لو يعني كفايه لهم غيارين للسنه كلها. فابتديت انا اكسل من الدور الايتام اللي حواليني هنا. فبقيت اخليني بقى ايه في اللي بتيجي في الاعلانات. انا كنت بقول بتوع الاعلانات يعني غني شويه عن اللي حواليني. دلوقتي بقيت اولى بقى جمعيه رساله مثلا، واولى الاوربان والحاجات دي. فبرضه بسأل الشيخ إسلام، لو أنا برضه حتى لو عايزة أدي واحدة في الشارع بيقولوا لي متسولة لأ، طب أنا المتسول لأ، وأطفال الشارع لأ،
طب انا ادي ايه؟ ادي مين وادي ازاي؟ ما هو انت ما احنا مش هنتعرفيش في الشارع ده. يعني انا الشارع بيبقوا بيعرفوا لو واحده رجليها مقطوعه بتعرض رجلها كبضاعه. حاضر. حاضر. دي قضيه تانية كمان خالص. طيب طب انا يعني انا ادي ازاي؟ حاضر حاضر حاضر. تابعينا يا مدام نور. اثرت نقطه خطيره. طب هي فتحت يعني قضيه كبيره جدا. طب ناخد ام نبيل. ام نبيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اهلا بحضرتك. ايوه حضرتك اتفضلي. ما انا قلت لك السؤال بقول لك. لا ما قلتليش انا والله، انت قلتي اكيد لمنى. والله وطي بس صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. وطي التلفزيون. اتفضلي. بقول لك انا عندي جدع ربيته كان ثلاث شهور، كان امه سابته ثلاث شهور. تمام. وربيته تربيه حسنه كويسه الحمد لله. الحمد لله. وعلمته وجوزته. تمام. فعمامه يعني زعلان انه يقول حرام عليك كده ليه كده؟ هو يعني يقرب لحضرتك ولا يعني؟ ابن ابني. ابن ابنك؟ اه. طب حرام عليكي في ايه؟ بس عندي هو زي يعني عندي عاملاها ابني بالظبط كانه ابني. ماشي يا ماما ماشي كملي. طب ها. ايه المشكله؟ هم بيقولوا لها طب اتفضلي كملي. ماشي حبيبتي. بيقولوا لك حرام. بصلي الفرض ربنا بتوضى للضحى واستنى ما اصلي الظهر. تمام. حرام عليا ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. ماشي حبيبتي. حاضر. هم اولادها فاهميني. طب يا منى اولادها زعلانين منها ليه؟ ما عاملاها كانه ابنها، اكيد هي كتبت له حاجه. ان اولادها بيقولوا لها حرام انها صرفت عليه وربته زيها زي اولادها بالظبط. آه يعني. اه ماشي حاضر. تمام. حاضر. طيب خلينا نجاوب الاول السؤال الاولاني. السؤال الاولاني ده خطير. طبعا. بصي يا استاذه لميا. طبعا. احنا مش هنتدخل في نوايا الناس، لكن بيحصل في كثير من مؤسسات دور الرعايه كثير من المخالفات. بيحصل طبعا. بيحصل جدا يعني، وجزء كبير من الكلام اللي قالته اختنا الكريمه بيحصل. حق اليتيم علينا بقى في الوقت ده، مش بس ان احنا نروح ندي دار الرعايه او المؤسسه فلوس، ان احنا كمان نبقى عين مراقبه عليهم. نروح نشوف بيعاملوا الاطفال ازاي ونعمل ايه. ولذلك لابد وان تكون رعايه الاطفال الايتام واطفال الشوارع او الاطفال بلا ماوى رعايه مؤسسيه وليست فرديه. أيوة. وليست ربحيه. التعامل مع الاطفال في هذا السن الخطير على انهم ماده دعايه شيء خطير جدا، قد يفجر عندنا ازمه من الازمات الخطيره بان احنا نطلع شخص حاقد على المجتمع بدليل ان هي قالت ان الطفل عنده 14 سنه وجواه احساس زيرو طبعا. ان هم بيعملوا بيا شغل و و و و و. التجاره مع الله ليست لا تحتاج الى ميديا ولا تحتاج الى شهره ولا تحتاج الى صور على الفيسبوك. التجاره مع الله وربنا سبحانه وتعالى يتولى السرائر. حته الصدقه من الامور اللي مضايقاني جدا انا شخصيا، انا كاسلام اللي بيمثل نفسه، كثره المؤسسات القائمه على اعمال الخير. مضايقاني ليه بقى؟ لانها بين هذه المؤسسات بيضيع ناس كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى المؤسسه دي تعرف اللي بيروح لها او تعرف اللي هم عارفينهم. انا كنت اتمنى ان تعود فكره بيت مال المسلمين باي توصيف او اي اسم تعمله، ويكون هذا خاضع للدوله، مش جمعيه كذا ولا مؤسسات كذا يعني وات ايفر، يعني بيت الزكاه زي الازهر او ما الى ذلك، يبقى مكان واحد انا بحط عليه نفقاتي. واللي يحصل كالاتي، عندي بيانات الناس كلها، عندي الداتا بيز بتاع الناس كلها، ودي سهله جدا، اي واحد خريج معهد برمجيات او كليه حاسبات ومعلومات يقدر يعملها لي، وممكن استخدم جهاز الاحصاء التابع للدوله في اللي عمل احصاء متميز او السنه دي واعرف بيه. اللي هيحصل ان انا مش هكلف ميزانيه الدوله حاجه، انا هجيب الصدقات دي يا جماعه اخدها من الاستاذه لاميه، من اسلام، من فلان، من علان، والمكتب ده يبقى له فروع في ال 27 محافظه. ويبقى عنده داتا بيز للناس دي، وتبقى ما يشبه اعانات شهريه او ثابته او ما الى ذلك. هو اللي حضرتك طبعا بتقوله جميل جدا، بس برضو هنرجع ونقول ان لا، في مؤسسات محترمه جدا. انا ما بقولش المؤسسات وحشه، بيهتموا لكن بقول ايه يا استاذه لاميه؟ او الجمعيات يعني. يعني لما استاذه لاميه تبقى كيان واسلام كيان وسين او منى رئيسه التحرير او المعده معاكي كيان، احنا الثلاث كيانات بنحاول نجود على بعض. انا بخدم منطقه وانت بتخدمي منطقه وفلان بيخدم منطقه، انا ليا طاقه وانت ليكي طاقه وده ليه طاقه،
مش كل الناس بتجيب لك ومش كل الناس بتجيب لي ومش كل الناس بتودي لها، هيضيع بيني وبينك ناس كتير قوي قوي قوي. انا محتاج العمل ده، انا محتاج اشجع الناس ان هم يخرجوا زكاه مالهم ويخرجوا صدقاتهم. ما تجيش اختنا السائله تقول لي طب لا هدي اللي في الشارع ولا هدي اللي بيشحت، وبروح ادي دار الايتام بلاقي الفلوس ما راحتش، وبروح مش عارفه احط او ادي فين إيه سر الفلوس نجاح؟ او الصدقه او الزكاه. ايه سر نجاح عمر بن عبد العزيز انه الصدقه عنده تزيد وتفيض؟ مش شطاره حكومه بس او خطه خمسيه للحكومه قدرت توفر بيها، لا، عمر بن عبد العزيز كان مكون حكومه راشده، وكمان الناس اللي موجودين في وقت عمر بن عبد العزيز ما كانوش طماعين، ما كانش يقدر يروح يضرب تقرير طبي علشان يقول انا استحق. اما عمر بن عبد العزيز قال اللي ما عندوش خادم نعمل له خادم من بيت مال المسلمين. تخيلي ان اللي كان قادر يساعد نفسه ما قدمش انه ياخد خادم. ولما قال اللي ما عندوش دابة كانت الدواب اللي هي ما يعادل دلوقتي العربيات بتنزل على التموين في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت بتنزل مع التموين كده. فقال لهم اللي ما عندوش دابة نجيب له دابة. فما جيش حد يقول له أنا عندي دابة موديل 98 هجرية محتاج بقى دابة موديل 105، لا، طالما الموديل اللي عنده الدابة اللي عنده شغالة كويس مش هاخد من بيت مال المسلمين. واللي عنده دابة واللي ما عندوش دابة وقادر يمشي يقول لك أنا مش هاخد. عشان كده الفلوس زادت وفاضت، كان في أمانة في التوزيع وأمانة في الاستقبال. هذه كل القضية، الفكرة اللي أنا بتمناها والحلم اللي أنا بحلمه. إذا كنا إحنا يعني نقول مثلا إحنا ادينا تصدقنا أو ادينا الزكاة ونيتنا مثلا إنها لفلان، فاديناها لإيد حد، الشخص ده أصبح هو اللي عليه الوزر أو عليه الذنب. بس هي الفكرة مش في كده بس. الفكرة مش في كده بس. الفكرة في فكرة إنه زي ما حضرتك قلت كده، ودي هتحتاج مجهود ووقت أكيد، يعني هي بتقول ما تاخد وقت بس هيجيب مردود ونتيجة. عندها عندها بيتها وعندها برضو ولادها، فعلى ما قد على قد ما بتقدر بتروح. بس فكرة برضو انه الطفل ده تم رعايته بالشكل المطلوب ولا لا؟ بصي هاني، سواء كان بقى ماديا او نفسيا. بصي يا هاني، هقول لك على حاجه. انا ما بروح مكان، يعني طبعا انت كاعلاميه بيقول لك مثلا في الدار الفلانيه روحي افتتحيها او تعالي شرفينا او بتاع. انا بروح مكان ما بروحش اقعد في مكتب واشرب قهوتي واقول الله يبارك فيكم نتصور مع بعض. لففوني يا جماعه في المكان بتاعكم. هتتعب يا مولانا. اتعب يا مولانا، ما هو دي ضريبتي، دي الضريبه بتاعتي انا. انا جاي عشان كده. انا هاني راجل مش غني فما عنديش ضريبه فلوس انا. الحمد لله. انا ضريبتي بقى ان انا الحمد لله الناس شايفاني ان انا عندي حسن ظنهم، فلما اروح عندي ضريبه. مش هروح اقعد في المكتب في التكييف اقول لهم الله ده انتوا عاملين مبنى حلو، لا، لو سمحتوا نزلوني اقعد مع الناس، اقعد مع الناس واشوف والله الناس كويسه اتصور معاها، مش كويسه اروح ولا كاني جيت، محدش يستخدم صورتي في حاجه. ولذلك حتى في مساجدنا، بصي انا بعمل حاجه بعض الناس يعني ايه يشوفوها افتكاسه. انا لما اجي اروح اصلي اجيب كل اطفال المسجد في الحته اللي الامام بيقف فيها كده، بتبقى فاضيه من هنا ومن هنا، تبقى فاضيه جنب. نستخدمها نوقفهم جنبنا، يجي الولاد فرحانين، يجي الولاد من كل حته بقى يا لمياء هاني فرحانين ان هم طلعوا في التلفزيون، كانهم ورا الشيخ يعني طالعين في التلفزيون فرحانين. تلاقي بقى بعد كده الاب جايب ولاده وجايب بنته الصغيره واللي بعد تشجيع يا دوبك السلام عليكم ورحمه الله، تلاقي اللي راكب فوق راسك واللي راكب فوق رقبتك واللي والله هي دي المقبوله، والله هي دي المقبوله. ليه؟ لان انا عندي تقصير كتير، هم دول اللي هيشفعوا لنا، هم دول. استثمار الكيان البشري اهم بكتير طبعا من استثمار الكيان المادي. طبعا هنجاوب على السؤال الثاني بس ناخد منى. الو منى اتفضلي، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا بس عايز اسال سؤال الشيخ. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيكي يا منى، ربنا يعزك. دلوقتي انا والدي عندي 70 سنه وانا كنت بربي. انا مش سامعك يا منى. والدها عنده 70 سنه وكنت بربي اختي من وهي عندها 4 5 شهور، دلوقتي 13 سنه ما شاء الله. هي تالتة اعدادي يعني دلوقتي، فانا اللي كنت بصرف عليها وكده. بحكم ظروف الوالد يعني هو كان شغله على قد يعني كده، فهل دوت يعتبر من اليتيم؟ يعتبر ايه؟ يعتبر من اليتيم، يعني يعتبر ان هي بنت سن ان اهلها سنهم كبير وانا اللي كنت مهتمه بيها. هي اختك؟ هي اختك وباباها موجود بس ما بيشتغلش. لا بيشتغل بس هو سنه كبير وبيشتغل على قد سنه كبير. تمام. مجرد بس ووالدتك موجوده ولا مش؟ ست بيت يعني برضو في او انت معايا على التليفون. انا مش هسميها من اليتيم، انا هسميها اخت اصبحت اما. طبعا ربنا يبارك فيكي. طب يسترك ويعينك، يكبر بخاطرك ويجعلك بركه. وانا دلوقتي يا شيخ الله يكرمك ليا بقى طلب.
انا دلوقتي داخله على جواز وبمر بظروف ان انا مش قادره اكمل حاجات ناقصاني وما عنديش اي وسيله ولا اي حد الجا له. انت ناقصك ايه يا عروسه؟ انا ناقص لي حاجات ممكن تكون بسيطه بالنسبه لي، يعني لو ناقصك علبه مكياج ممكن تخش بحلاوتك كده من غير علبه المكياج، لكن لو ناقصك جهاز ناقصك ناقص لي جهاز. هو لحد ما فكرش جهز نفسه غير بس لما اتخطب، لان كان عندي مسؤوليه. ناقصك ايه؟ طب ممكن تسيب لنا رقم تليفونك يا منى؟ سيب لنا رقم تليفونك في الكنترول. هو الحاجة أصلا يعني عايز أقول هي حاجة مش مكلفة، بس بالنسبة لي حاجة مكلفة. أنت تستاهلي كل خير يا منى. صحيح، كفاية إن هي يعني تولد تربية. أنا بنكش منى دي وأقول لها علبة مكياج، هقول لك ليه. طيب إحنا معانا تليفون تاني ولا نجاوب؟ مدام زينب. أيوة يا فندم. أهلا بيكي، اتفضلي مدام زينب. إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كنت عايزة أسأل على سؤال كده، يا ريت الشيخ يعني اتفضلي عليا بالخير، يعني ان شاء الله خير باذن الله. اتفضلي. انا في واحده اعرفها اتجوزت واحد، بس هو كان قريب، وبعد ما اتجوزت ودخلت بشهرين ثلاثه عرفت ان هو يعني مامته دي مش والدته، فهو يتيم. تمام. وهو كان يعرف ولا ما كانش يعرف؟ لا ما يعرفش. تمام. فهي عاشت معاه فتره طويله، وبعد كده والدته توفت، وهو عارف ان دي يعني دي والدته، بس هي اللي عارفه ان ده مش مامته. تمام. فعاشت معايا بقى الحلوه والمره وكل حاجه، هل دوت جزاءها عند ربنا ايه؟ جزاء عند ربنا ايه؟ ملهاش جزاء عند ربنا. جزاء واحد طلعت مش امه، بيعملها كويس وابن ناس طلع لقيت يا ستي، هو أيوة بيعملها كويس وابن ناس، جزاء عند ربنا ايه بقى؟ ما جزاء هو ايه؟ خلاص مراته وابن ده موضوع هي ملهاش دعوه. يا لم يا هاني، يعني هو ما يخصهاش في الامر شيء. يا ست الكل، يا ست ست الستات، زوجه بترضي ربنا في زوجها، هو ده جزاء عند ربنا. انما طلعت امه، طلع لقيت، شكرا، دي صفحه مالهاش دعوه بيها طالما وافقت عليه وطلع ابن ناس وابن اصول، شكرا. بلاش. طب انا عايز اعرف الست اللي ماتت دي، هل هي ممكن زمان يعني شالت ذنب بالنسبه للموضوع ده؟ يا جماعه ما لكوش دعوه بقى، هو ده حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى. هو هي يمكن بتتكلم على فكره انه بعض الناس اللي بتكتب وهذا حرام. التبني بمعنى اني اكتب الابن باسمي هذا حرام. ليه؟ حرمته فين يا هانم؟ لانه بديله، مش حرمته انه عايش معايا في البيت، في حق الميراث. انما حرمته مش انه عايش معايا في البيت، لانه ادبيا اصبح ابني، في عمره ما هيفكر. لكن خليني اقف عند فكره، هي اكتشفت انها مش امه. انا كان نفسي تقول لي اكتشفت انه بيتجوز ام من غير ما يقول لها، كان نفسي تقول لي اكتشفت انه قال لها انا معايا دكتوراه وهو طلع دبلوم. انما اكتشفت انها مش امه، ايه المشكله يعني؟ مش حاجه مخله بالجواز، مش من نواقض الزواج، مش خلاص هي وافقت عليه وطلع من اصوله وطلع وربنا سبحانه وتعالى رضاها بيه. اقفلي الصفحه دي، ما تفتحيش باب شر واقفليها وخلاص. طب لاننا لازم نختم، السؤال بتاع انها ربت ابنها وولادها زعلانين عشان خاطر بيقولوا لا انت ربيتي هنا زي ما ربيتي هنا. هي ولادها زعلانين لان ربما يكون لها احفاد غيره، فشايفين ان انت بتديله من هذا المال ومتفرقي بين الابناء. بعض الاجداد بيجدوا ان الابن البكري هو بمثابه الابن وينفق عليه ويربوه ويبقى هو محتضنين. لا، وكمان يعني ابوه مش موجود، يعني ليس ذنبا بالشكل الملحوظ، لان امنا الغاليه ما عملتوش بالنية دي. لكن برضو لابد وأن نقول نعدل بين الأحفاد كما نعدل بين الأبناء. وبعدين مش هنقف لبعض على الواحدة، هقول كلمة في 30 ثانية عن اليتيم علشان ده يوم اليتيم وحلقة اليتيم. بنقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يكرم اليتيم قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وشاور بدول. أيوه. السبابة والوسطى. ليه دول؟ لأن الصبعين دول منبعهم واحد، كأن الجناب النبوي يتواضع ويترفع ويقول أنا واليتيم خرجنا من منبع واحد وهو اليتم. بس لازم نفرق بين يتم النبي في الجناب النبوي وبين يتمي أنا ويتم غيري. لا، الجناب النبوي لا يقاس عليه، لكن سيدنا النبي وكأنه يقول خرجت أنا من منبع واحد، فأنا وإنت في الجنة هنخش من باب واحد إن شاء الله، كهاتين في الجنة انطلقنا من باب واحد. ودي كرامة اليتيم، نحن الذين نحتاج إلى رعاية اليتيم أكثر من اليتيم. صحيح صحيح. الوضوء من الضحى للظهر ما فيهوش مشكلة خالص، لو حد حافظ على وضوءه خمس أوقات هو فيه الكراهة، لكن الصلاة صحيحة. تمام.
نورتني يا فضيلة الشيخ. الوقت معاكم بيخلص بسرعة. شفت طب ده معنا حاجة كويسة. ربنا يبارك فيكم. ربنا يخليك يا رب. نورتني أشوفك على خير إن شاء الله. بشكركم مشاهدينا وأشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله الساعة 3. لو عشت وكان ليا عمر أشوف حضراتكم بألف خير. سلام عليكم.